طيب شفنا احنا المنشطات الصحفية في القاهرة ازاي كانت هذا الاحتفال بالآلي، والحقيقة عجبني جدا منشطة المساء، ودي مدرسة الراحل العظيم الأستاذ حمدي النحاس. الأهلي أبدع وزاد وهزم الوداد، لأن الأهلي فعلا أبدع وزاد، زاد في ظهور شخصيته، زاد في نقاء الصورة اللي ظهر عليها، في التزامه، في احترام الكل ليه، وده أعتقد كان له مردود كمان على مختلف النجوم، في نجوم كتير جدا غردوا عبر تويتر معبرين عن رأيهم في فوز الأهلي في الدار البيضاء. نشوف هذا التقرير. السوشيال ميديا ومن غيره يفرحني، مع صافرة الحكم الزامبي سيكازوي معلنا فوز الأهلي بهدفين على الوداد، تصدر النادي الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأداء المميز والعرض المثير بالدار البيضاء، ودشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج الأهلي هو البابا، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وبدأ نجوم الكرة والفن في التغريد والإشادة بنجوم الأهلي والجهاز الفني بعد الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب الأميرة السمراء. وغرد الفنان الأهلوي نبيل الحلفاوي: مبروك الفوز يا رجالة، الفرحة اليوم ويوم الوصول بالسلامة مشروعة، لكنها نتيجة للنسيان تماما بعد ذلك، لتتوالى بعدها آلاف التغريدات، منها الفنان تامر عاشور قائلا: عمري ما أحب غير الأهلي. وكتب الشاعر الكبير أمير طعيمة: الأهلي يضع قدما في النهائي عن استحقاق، لا أتوقع مفاجآت في العودة، الفارق الفني والبدني كبير بصراحة. ولم يكن نجوم الكرة بعيدين عن الإشادة بأداء الأهلي، وغرد الصقر أحمد حسن قائلا: حضرت شخصية الأهلي ببصمات موسيماني في وجود عدالة تحكيمية، فجاءت النتيجة رائعة، برافو كتيبة الأهلي، كنتم في الموعد رجال. وجه خالد بيومي التحية لجماهير الأهلي: مبروك لكل جماهير الأهلي العظيمة. فيما وجه الحارس محمد عبد المنصف رسالة خاصة للمتألق محمد الشناوي: برافو الشناوي، مبروك حبيبي. ومع آلاف التغريدات السعيدة والمعبرة عن فرحة الملايين، وجه بعض النجوم رسائل تحذيرية رغم الفوز الكبير والمهم، وغرد الكابتن أحمد شوبير: مفيش صعود خالص لسه، في شوط تاني في القاهرة، ولازم الأهلي يكسب إن شاء الله، نتيجة الذهاب إيجابية فقط وليست مؤهلة رسميا إلى النهائي، أرجو أن يتعامل الجميع على هذا الأساس. واتفق معه نجم الأهلي السابق محمد ناجي جدو: الأهلي لم يتأهل بعد، في عالم كرة القدم كل شيء وارد، لازم تدخل الماتش الجاي كأنك خسران الماتش الأول.